الرجالة اليومين دول نقدر نقول كتير منهم بيجي لهم باكج، يعني تلاقي الراجل يعيني بيشتكي وفي سن صغير. طب ده ليه؟ بيشتكي من ضعف جنسي ومشاكل في البروستاتا ومشاكل في المسالك البولية، كوكتيل. معظم الناس طبعا عند سن ال 45 سنة أو ال 50 سنة بيحصل تضخم في البروستاتا. لما يحصل تضخم في البروستاتا بتضغط على مجرى البول، وبالتالي المريض بيبدا يشتكي. نبقى الاول عارفين يعني ايه ضعف انتصاب. فهو ضعف الانتصاب هو عدم القدره على حدوث الانتصاب. يعني واحد ممكن يجي ان هو ما عندوش انتصاب خالص، ممكن واحد يجي يقول والله لما اجي اقرب للزوجه ما يبقاش في انتصاب. طالما فقد القوه والصلابه ده معناه عنده ضعف انتصاب. في شباب كتير بيشتكي من صغر حجم العضو الذكري، او المشكله بتبقى هاجس في دماغه. هو الحقيقه طبعا ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير قوي في العياده. ناس كتير جدا، يمكن اكتر رسائل بتجيلنا على الصفحه عندنا على الفيسبوك، واكتر رسائل بتجيلنا على الواتس والويب سايت بتاعنا، هو تكبير العضو الذكري. وهو بيقيس بيعمل اشعه الدبله العضو الذكري، ممكن يلاقي فيه مشاكل مع حضرتك عارف البلس بتاع الهارت او القلب. ممكن يكتشف ان المريض عنده مشكله في القلب اثناء هو بيعمل اشعه من البلس نفسه. 90% من الناس بيعملوه كله مش حاجه واحده منه. تدخين وقهوه واكل سريع وفاست فود ووزن زياده ونوم قليل وافلام غلط على النت. الدكتور صلاح زيدان استاذ جراحه الكلى والمسالك البوليه والتناسليه، استشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي بكليه الطب جامعه الازهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة. لأن البروستاتا مرتبطة بالجهاز التناسلي، بعض الرجال بيعتبر الحديث عن مشاكلها أمر محرج، لأنها بالنسبة لهم مرتبطة بالرجولة. وهنا بتكمن الخطورة، لأن تأخير وإهمال علاج تضخم البروستاتا خطير جداً. نسبة إصابة الرجال بتضخم البروستاتا بترتفع مع تقدم العمر بعد سن 30. واحد من كل 12 رجل يصاب بتضخم البروستاتا في سن 30 للأربعين. ما بين سن 50 للـ60 النسبة بتوصل لـ50% وبتتخطاها لـ80% بعد سن 80. الوقاية من الإصابة بتضخم البروستاتا أمر غير محسوم، لأن الأسباب لا تزال غير معروفة، إلا أن الكشف المبكر يضاعف فرص الشفاء. أهلا بكم. البروستاتا قصة مثيرة للغاية. تضخم البروستاتا له أعراض عايزكم تركزوا فيها، لأنها أعراض تلخبط، ولأنه كبير السن يعني ممكن قوي يتلخبط في أعراض البروستاتا لأنها مرض تاني، وخصوصا لو كان عنده السكر. ما الأعراض شبه قريبة، يعني مثلا في حاجة لازم ياخد باله منها قوي اللي عنده تضخم في البروستاتا، إنه هيلاحظ إنه خروج البول عنده في ضعف. حاجات تانية المهمة إنه في عنده حاجات كل شوية يصحى من النوم عنده رغبة في التبول، عدد مرات في الذهاب للحمام كتيرة بالليل، بداية التبول نفسه في مشكلة، في صعوبة في بداية التبول، فجأة لازم يروح الحمام دلوقتي وممكن نقط بول تسبقه. برضو الحاجة المهمة جدا انه مش مرتاح، انه حاسس انه فرغ تماما كمية البول. واخر معلومة او اخر عرض يعني، ان في نقط بول ممكن نلاقيها بتضايقه، ده ممكن يخليه على فكرة يتوضى ويرجع يتوضى تاني، يتوضى تالت، يتوضى رابع، لانه كل شوية نقط البول. ودي على فكرة من الحاجات اللي بتضايق ناس كتير قوي. تعالوا بقى نفهم البروستاتا النهاردة ونتشوف ايه احدث الاساليب، وخصوصا انه الجراح توارد كتير او تراجعت كتير جدا، ونتيجة تدخل يعني اشياء حديثة جدا واساليب وتقنيات حديثة جدا في عالم البروستاتا. ضيف العزيز اللي بسعد جدا بزيارته لينا طبعا، وبيسعدني دايما بحواره العلمي اللي من الطراز الرفيع،
الأكاديمي الرائع وطبعا الاسم القدير في هذا المجال الأستاذ الدكتور صلاح زيدان، أستاذ جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية لجراحين المسالك البولية وأمراض الذكورة، الاسم المتميز في هذا المجال. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور أيمن، منورني. ربنا يخليك. البروستاتا أول كلمة لازم نفهمها بس للناس، إيه المقصود بالبروستاتا، مكانها إيه، مشكلة إنها يعني يعني يحصل فيها حاجة، موقعها ليه بهذه الدرجة من الحيوية؟ هو طبعا البروستاتا غدة مهمة جدا في جسم الإنسان، هي غدة ذكرية مش موجودة في الإناث، بيبقى حجمها حوالي من 15 ل 20 جرام، هي يعني حجمها كده قد حبة اللوز كده بقشرتها، هي موجودة أسفل قاعدة المثانة وبتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول، بتبقى موجودة خلف عظمة العانة قدام المستقيم، زي ما قلت حضرتك هي بتحيط بالجزء العلوي من مجرى البول، فيها جزئين، جزء خارجي زي الكبسولة كده زي البرتقانة بالظبط، البرتقانة الخارجية فيها قشرة والجزء الداخلي عبارة عن غدد، يبقى فيها جزئين، جزء غددي اللي هو الجزء الداخلي والجزء الخارجي اللي هو الجزء ليفي عضلي. الحقيقة هي ليها وظيفة أو ليها وظيفتين، الوظيفة الأولى وظيفة إفرازية، بتفرز المواد المغذية للحيوانات المنوية وبتساعد في حركة الحيوانات المنوية أنها توصل للبويضة. الوظيفة الثانية هي وظيفة ميكانيكية، لأنها طبعا بتساعد في ضخ البول، بتساعد في القصف السائل المنوي. الحقيقة البروستاتا لما بتكبر بيحصل منها مشاكل، لأن الجزء الخارجي ده لما بيزيد بيضغط على مجرى البول وبالتالي بيؤدي لأعراض. هي طبعا من الجزء اللي هو الغامض شوية، لأن بيحط حواليها كتير أو من الشائعات إنها بتكون مرتبطة بالحالة الجنسية. ناس كتير بتعتقد إن هو المصدر الذكورة في الجسم أو هي المصدر الحيوي للرجولة عند الرجل يعني، لكن الحقيقة غير كده خالص. فهي طبعا بتشكل جزء حيوي، وطبعا بفضل موقعها برضو إن هي آخر جزء في الجهاز البولي، وبالتالي أي أعراض بتحصل فممكن بتأثر على المثانة، تأثر على الكلى. فالبروستاتا طبعا من الغدد المهمة جدا الحقيقة. إيه الأمراض اللي بتصيب البروستاتا؟ هي في أمراض كتيرة جدا بتصيب البروستاتا، لكن أشهر هذه الأمراض بيبقى أول حاجة اللي هو احتقان البروستاتا أو التهاب البروستاتا، الحاجة التانية اللي هو تضخم البروستاتا، الحاجة التالتة اللي هو سرطان البروستاتا. احتقان البروستاتا أو التهاب البروستاتا ده بنسميه يعني في منه حاجتين، ممكن يكون التهاب حاد وممكن يكون التهاب مزمن. الالتهاب الحاد ده بيبقى عبارة عن التهاب ممكن يكون بكتيري، المريض بيحس بحرقان في البول، دخول الحمام كل شوية، ممكن يصاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، ألم بيبقى أسفل العانة، ألم بتسمع في العضو الذكري. هو طبعا ده بيبقى علاجه سهل وبسيط، لأن هو علاجه كله بيبقى مضادات حيوية، هو ساعات بيقلل الرغبة الجنسية في بعض الناس، بيؤدي إلى سرعة القصف. الالتهاب اللي هو الكرونيك بقى اللي هو الالتهاب المزمن ده بيبقى صعب شويه، لان المريض طبعا بيجي له اتاكس كل شويه، بيجي له حرقان في البول، دخول حمام كل شويه، اندفاع البول ضعيف، تقطع في البول، احيانا بيبقى في الام بتسمع في العضو الذكري، الام ما بين فتحه الشرج والخصيتين، الام بتسمع في الشرج. المريض قد يصاب بقصف مدمم، قد يصاب بحرقان في البول او دم في البول. عيبه الوحيد طبعا ان هو المريض طبعا ما بيتحسنش بسرعه، وبالتالي احنا بنفهم المريض طبيعه اللي عنده، وبالتالي بتلاقي معظم المرضى بيلف على الدكاتره، بيخرج من الدكتور ده يروح لدكتور تاني لان هو ما بيتحسنش. لكن احنا لما بنفهم المريض وبنفهم طبيعه اللي عنده وان العلاج هيطول شويه، احنا بيمتد لثلاث شهور، فده طبعا من المشاكل الكبيره جدا. المشكله الثالثه طبعا هو تضخم البروستاتا، طبعا زي ما قلت لحضرتك برضو ان ده حاجه مشكله بتحصل مع السن، بيحصل تضخم في البروستاتا وبتقفل على مجرى البول وبالتالي المريض بيصاب بالاعراض. ايه مشاكل او مخاطر ومضاعفات ان البروستاتا تتضخم؟ طبعا هو البروستاتا زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت في الاول الاعراض بتاعه البروستاتا، اعراض طبعا كتيره جدا. اول حاجه ممكن يكون المريض جاي باعراض حاجه اسمها تهيج في المثانه، وممكن تكون اعراض انسداديه. اعراض تهيج في المثانه المريض ممكن زي ما حضرتك قلت برضو ان هو بيدخل حمام كتير، بالذات بيزيد بالليل، تلاقي المريض ما بيلحقش ينام، بيقول يا دكتور انا ظابط المنبه، اصحى بالليل كل شويه داخل الحمام خارج من الحمام، حاسس ان هو ما فرغش المثانه كويس. احيانا البول برضو بيبقى بيجي له زنقه او رغبه ملحه في البول، ممكن ما يلحقش نفسه البول يفلت منه. ممكن المريض يجي باعراض انسداديه، كلمه انسداديه يعني عنده سدد في البول، يعني حاجه سدت المجرى بتاع البول وبالتالي المريض بدا يشتكي. ممكن يجيله ان هو اول ما يبدا يدخل يعمل حمام ممكن يتحايل على البول، يحزق جامد عشان البول ينزل، ولما ينزل متقطع.
ممكن الدفاع البول يكون ضعيف، ساعات المريض يقول ان المريض بينزل، البول بينزل متشعب، بينزل خطين، ممكن بعد ما بيخلص حمام حاسس ان هو ما فرغش المثانه كويس، او في نقطه بعد ما بيخلص نقطتين ثلاثه كده بينزلوا، وطبعا دي بتضايقه علشان الصلاه، ودي بتبقى اكتر الحاجات اللي هي بتبقى مزمنه وبتضايق المريض. مريض تاني ممكن هو ما يرضاش رايح مشوار ولا حاجه، ياجل المشوار بسبب البروستاتا، بسبب ان هو عايز يدخل الحمام. بعض المرضى ما يشربش ميه، يقول لك انا مش هشرب ميه عشان ما ادخلش الحمام. طبعا دي من الاعراض الكبيره جدا. طبعا الاعراض دي لو اتثابت بيبقى لها مخاطر كبيره جدا. اولها ان المريض ممكن يجي له التهاب مزمن، يعني ده كل شويه يلاقي التهاب في البول، صديد في البول. طبعا هو ما بيفرغش المثانه كويس، فبالتالي في كميه بول بتنزل، في كميه ثانيه ما بتنزلش. الكميه اللي ما بتنزلش دي بيبقى عرضه لتكوين الحصوات، عرضه للالتهابات. المثانه نفسها، ضخ المثانه على مجرى البول، المثانه نفسها بتضعف مع الوقت، وبيحصل في جيوب في المثانه. الجيوب دي برضو عرضه للبكتيريا، عرضه للالتهابات، عرضه برضو لتكوين الحصوات. احيانا المثانه بتصاب بضعف، والضعف ده ممكن يعمل ارتجاع للبول، ان الصمام ربنا خلق البول بيمشي في اتجاه واحد من الكلى للمثانه. لما بيحصل ضعف الصمام ده بيفوت، يبدا الميه نفسها ترجع على الكلى، وبالتالي المريض ممكن يجي بارتجاع ميه على الكليتين، ممكن يجي بفشل كلوي. بعض الناس ممكن يصاب بسلس بولي، يعني المريض لو اتساب فتره طويله جدا، ساعات لما بيجي له احتباس مزمن، المثانه بدات تضعف، بدا الاحساس يقل، بدا كميه البول هو بينزل شويه والباقي بيستنى جوه، فهو متهاله ان هو فرغ المثانه. نيجي نفحص المريض نلاقي المثانه مليانه. مشكله الموضوع ده ان المريض ممكن يقلب بسلس بول، وبالذات بالليل، يقول يا دكتور انا بنام بالليل الاقي اصبح الصبح الاقي نفسي متبول او في ميه. فبعض الناس بتشخصه ان هو تبول لا ارادي، لكن مشكلته كلها ان هو المثانه نفسها بدات تضعف، بدا كميه الميه تزيد، بدا الصمام نفسه يفوت بول، وده بنسميه اوفر فلو، اوفر فلو انكونتنس، يعني سلس بولي، او بنسميه سلس بولي بالعربي، سلس بولي طفحي. وده طبعا بتبقى من المشاكل الكبيره جدا، حتى علاجها بيبقى صعب شويه. المريض جاء بكل الاعراض بكل المشكلات دي، عايز شخص حالته، يعني انا عندي، هل انا عندي تضخم بروستاتا ولا عندي مثلا مثانه متهيجه؟ الحقيقه هو يعني التشخيص بيبقى مهم قوي، لان احنا يمكن احنا عندنا في عيادتنا كلنا معظم دكاتره المسالك بيبقى عندهم شيت كده في العياده، ده بيعتمد او بنعتمد عليها في التاريخ المرضي، ان احنا بنقيم الاعراض بتاعه المريض. حاجه اسمها اي بي اس سكور، ده بيبقى ده سكور كده عملته الجمعيه الامريكيه سنه تقريبا 92، بتقييم لاعراض المثانه سواء كانت تهيج في المثانه او اعراض انسداديه. احنا هم الاعراض دول حوالي 7 اعراض، بندي كل عرض من دول من 0 لـ5. كل ما بيقل يعني بيوصل للزيرو، يعني هو ما عندوش اعراض، كل ما بيزيد معناه الاعراض اعراض سيفير، اعراض جامده جدا، وبالتالي المريض ممكن في يعني بنقيم السيفيرتي بزياده السكور بتاعه. في عرض تاني اللي هو الكواليتي اوف لايف، نبدا نقول بقى في الاخر هو قادر يكمل كده ولا مش قادر. نبدا ندي السكور من 0 لـ7، ده اعراض بسيطه وما فيهاش اي مشاكل. ممكن بنمشيه حاجه اسمها واتش فور ويتنج، يعني بنحطه تحت المراقبه او تحت الملاحظه، وبنفهمه الحاجات اللي هي ممكن يبعد عنها، او الحاجات اللي هي ممكن تؤدي الى زياده اعراض البروستاتا. التقييم التاني بيبقى من 8 لـ19، ده بيبقى متوسط، ده ممكن يمشي علاج دوائي ومفيش منه مشكله. من 20 لـ35، ده اعراض كبيره جدا، والاعراض الكبيره دي في الغالب ممكن نبدا معاه بعلاج، لو ما بيستجيبش العلاج ممكن ندخل في مرحله العمليات. انا عايز بقى اركز على تضخم البروستاتا الحميد. هو الحميد يعني مش كانسر صح كده؟ تمام مظبوط. سينايل، اسمها سينايل اللارجد بروستاتا. الحقيقه هو تضخم البروستاتا دوت يعني ملوش سبب واضح، هو بيحصل حاجه بتحصل مع السن، زي الشعر الابيض كده، بيبدا الانسان كل ما بيكبر كل البروستاتا حجمها ما بيزيد. الحقيقه ما فيش سبب واضح لتضخم البروستاتا، كلها نظريات، ولما بنقول نظريات يعني ما فيش سبب واضح او سبب قاطع يقول ان في سبب واضح لتضخم البروستاتا. الحقيقه اسباب كتيره جدا، منها بعض الناس قالت ان هو ممكن يكون تكاثر في الخلايا، بعض الناس قالت ان هو ممكن يكون التهاب بكتيري او التهاب فيروسي او التهاب متكرر في البروستاتا قد يؤدي الى تضخم البروستاتا. احيانا بعض الناس اللي عندهم تاريخ مرضي، يعني بعض الناس اللي عندهم في العيله والده حد قريبه كان يعني عنده مشكله في تضخم البروستاتا قد يصاب بتضخم البروستاتا. النظريه الحقيقه اللي هي المقبوله شويه اللي هي نظريه الخلل الهرموني، يعني لو في اضطرابات في الهرمونات هرمون الذكوره قد يؤدي الى تضخم البروستاتا. العلاجات في دوائيه، في علاجات جراحيه، وفي علاجات حديثه. مظبوط. هو طبعا الفتره اللي فاتت دي حصل طفره كبيره جدا في الادويه،
احنا دايما بنبدا بالادويه سواء يعني حسب الاعراض، زي ما احنا قلنا لحضرتك بنقيم الاعراض الموجوده دي في التشخيص. الادويه بتعتمد طبعا على السكور، يعني الاعراض بسيطه بقولنا زي ما حضرتك بنمشي واتش فول ويتنج، يعني تحت المراقبه. الحاجة التانية بندي أدوية، الأدوية دي طبعا حصل فيها طفرة، منها حاجة اسمها الألفا بلوكرز. الألفا بلوكرز دي كانت بتشتغل طبعا على البروستاتا وبتشتغل على الشرايين. حاليا دلوقتي حصل طفرة، بقت بتشتغل على البروستاتا بس، بقت حاجة سيلكتيف. طبعا دي حاجة طفرة كبيرة جدا، إن الأدوية المريض كان بيشتكي الأول بضغط واطي، إن الأدوية طبعا بتشتغل على الشرايين فبتعمل فازو دايليتيشن، بتعمل توسيع في الشرايين، فالمريض ممكن يصاب بالضغط أو ضغط واطي يعني. فطبعا دي عملت طفره كبيره جدا في مجال العلاج. الحاجه الثانيه بنضيف بعض الادويه، هي ادويه الالفا بلوكر بتشتغل على الريسبتورز، على المستقبلات اللي موجوده في البروستات، مغلقات مستقبلات الفا بالظبط. الحاجه الثانيه بتشتغل على هرمون الذكوره، دي مجموعه بتشتغل هرمون الذكوره وبتقلل تحويل هرمون الذكوره الى الاكتف، الى الماده النشطه بتاعته، وبالتالي بتقلل حجم البروستات. دي الادويه عموما. احيانا بنضيف بعض الادويه في بعض الناس بيكون عندهم تهيج في المثانه، زي دخول حمام كتير، ان هو مش قادر يستحمل زنقه البول، احيانا بنضيف بعض الادويه اللي هي بتقلل نشاط المثانه، بس طبعا دي بتبقى بحذر شويه، لان المريض ده بيبقى يعني اي حاجه ممكن تزود العرض او تعرض للبرد او تعرض للادويه دي ممكن يدخله في احتباس بولي، وبالتالي احنا بنديها بحذر. فعشان كده استشاره الطبيب في الجزئيه دي بيكون مهم جدا. ثم جاء الاساليب الاحدث زي التبخير. الحقيقه هو في اساليب كتيره جدا طبعا، وهي كلها موجوده، ما زالت موجوده حاليا الى الان، منها الطرق الجراحيه، المنظار، الليزر، التبخير. طبعا الطرق الجراحيه ما زالت موجوده، بس طبعا هي كان لها مشاكل شويه. الطرق الجراحيه ان احنا المريض بيتعرض، طبعا كانت البروستاتا لما تكون صغيره حوالي 80 جرام بنقول ده بيعمل منظار. البروستاتا لما تكون كبيره فوق ال 80 بنبدا نعملها بطرق جراحيه. الفكرة الجراحة ان احنا بنعمل انكليشن، يعني بشيل الغدة او بشيل الجزء المتضخم من البروستات. مشكلة ان هي كانت عملية احنا بنعملها بس يعني بنفصل الغدة او بنفصل الجزء المتضخم من الكبسولة بتاعتها، احنا بنبقاش شايفين فيها جزء كده بيتشال بلايندلي، يعني بشيلها كده وانا مش شايف. قابلية النزيف فيها طبعا بتكون عالية جدا، المريض ببقى محضر له دم قبلها، طبعا دي كانت من ضمن المشاكل. المنظار طبعا جه بعد كده، المنظار برضو من الطرق الكويسة وما زال برضو موجود الى الان. هو مشكلته الوحيده ان احنا بنستعمل ماء معقيم او ماء معقم، الماء دوت الماء دي ممكن ساعه ما بنشيل البروستاتا بالمنظار بيحصل ابزوربشن، يعني بيحصل امتصاص للميه، وبالتالي بيبقى انا ببقى اكون حذر جدا وانا بشتغل بالمنظار، لان الميه دي قد ممكن يحصل لها امتصاص وبالتالي بتخش على الدم، فبيحصل تخفيف للمعادن الموجوده في الدم، فبيدخل في حاجه اسمها تيو ار سندروم، او بيحصل انتوكسيكيشن، او الميه نفسها لما بتزيد ممكن تحصل حاجه اسمها برين اديما، او زياده الميه في المخ. دلوقتي حاليا حصل طفره بقى دلوقتي في مجال التبخير، دي حاجه اسمها طاقه البلازما. الطاقه دي بتعمل على تبخير البروستاتا، بتخليها زي الرذاذ كده. فكره البلازما طبعا دي بتشتغل في محلول ملح، محلول ملح دوت حاجه زي المحلول الفسيولوجي، محلول الفسيولوجي بتاع الجسم، فبالتالي ما فيش منه خطوره خالص. احنا زمان كنا بنخاف من وقت العمليه في المنظار، انا عيني على المونيتور وانا شغال بحسب وقت العمليه من اول ما ابدا، لو في اي اورده اي حاجه في نزيف او حاجه بقى ببدا اقفلها بسرعه عشان ما يحصلش امتصاص للميه. لا دلوقتي التبخير دلوقتي قابليه النزيف قليله جدا، الفيجن بتاعه او الصوره او بيبقى واضح. هو في ميزه كبيره جدا، هو بيجمع الطرق الجراحيه، بيجمع ميزه المنظار، بيجمع ميزه الليزر وباقل تكلفه، فبالتالي هو بنستعمله في المريض اللي هو عنده قابليه او عنده قابليه التجلطات عاليه، المريض اللي عنده سيوله الدم عاليه جدا، المريض اللي عامل قلب مفتوح، او المريض اللي هو ماشي على ادويه سيوله، فبالتالي ان هو بيقفل الاورده وبيقفل الشرايين وبعد التبخير. في ميزه كبيره جدا ان هو ممكن انا استعمله في الاثنين، ان انا اعمل تبخير وفي نفس الوقت بعمل استئصال، وبنطبقه احيانا برضه على احجام كبيره، لان دلوقتي شفنا بقينا بنشوف احجام كبيره في البروستاتا. طبعا مع التقدم في السن ومع العلاج الدوائي فمتوسط اعمار الناس بقى يزيد، والعلاج الدوائي برضو بقينا نشوف حجم بروستاتا كبيره جدا، فبالتالي دلوقتي التبخير حل المشكله دي. وطبعا بيختلف طبعا او بيعتمد جزء كبير جدا على خبره الجراح، يعني في ناس تقول احنا بنشيل الجزء المتضخم في البروستاتا، هو وناس في المنظار لا احنا بنشيل الجزء المتضخم بس، شويه الاقي ناس بعد فتره لقينا البروستاتا رجعت له تاني بعد 6 شهور او بعد سنه. هي الحقيقه هو الموضوع بيختلف من خبره الجراح، لان هو
ده ليه عامل كبير جدا في التكنيك، في الشغل نفسه، في السكيلز، في المهاره. فبالتالي هو بالحقيقه يعني هو ماجيك، حاجه سحر دلوقتي الحقيقه، عملت طفره كبيره جدا. هقف قدام نقطه مهمه قوي قوي، عمليه البروستاتا في ناس تعتقد انها تؤثر على الانتصاب، في ناس بيبقى عندها البروستاتا بتعاني من اعراضها مش عايزه تعمل اي نوع من التدخلات عشان خايفه على الانتصاب، او سمعت معلومه لا يا عم دي بتعمل ضعف جنسي او عجز. هو الحقيقه طبعا هو عنده حق طبعا اللي بيفكر في الموضوع ده طبعا، لكن هو الفكره الارتباط البروستاتا بالضعف الجنسي كان بسبب الاعراض، يعني قبل العمليه بيكون بسبب الاعراض، هو راجل عنده حرقان في البول، اندفاع البول ضعيف، عنده الم، مش قادر يستحمل، فبالتالي مش هيفكر في الجنس، فبالتالي ده بيبقى هو اصلا عنده بيصاب بالضعف الجنسي، والغالب بيبقى نفسي. الحقيقه ان بعض الناس بعد العمليات بتاعه البروستاتا وخصوصا التبخير بيحصل تحسن كبير جدا، بنلاقي حوالي 30% من الناس بدات تتحسن، لان هو خلاص مشكلته بدات تتحسن، مشكله البول بدات تبقى كويسه. احنا كنا زمان بنخاف من هو حاجه، او في بعض الاستاديز او بعض الدراسات بتقول ان هو حاجه اسمها السيرمال افكت، هو تاثير الحراري او تاثير الكهرباء على ان هو كان في عصب بيبقى ماشي ورا البروستاتا، ده بيتاثر شويه فبالتالي بيصاب بالضعف الجنسي. الحقيقه هو هي كلها دراسات، لسه ما فيش حاجه قاطعه بتقول ان هو بيأثر ولا لا، لكن هو اثبت دلوقتي حاليا التبخير من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تأثيرها بيكون قليل جدا. هو ممكن يبقى فيه تأثير على القصف شوية، لكن تأثير على الانتصاب في الغالب بيبقى قليل. يمكن حاليا دلوقتي كمان بعض الناس بدأت تعمل تكنيك جديد اللي هو بيحافظ على القصف، بيسيب جزء معين اللي هو جنب الجزء اللي بيخرج منه السائل المنوي، وبالتالي ده بيقلل موضوع ارتجاع القصف. ارتجاع القصف يعني المريض ممكن يصاب بقصف مرتجع بعد العملية، دي اشهر حاجة، فبالتالي يقول مفيش قصف اساسا. حاليا دلوقتي في بعض التكنيك او موديفيكيشن شويه على الحاجه دي، فبدا القصف نفسه بدا يتحسن. في عجاله بقى، هل يمكن الوقايه من تضخم البروستاتا؟ الحقيقه هو ممكن طبعا، بس هي في بعض النصايح طبعا بنقولها، خصوصا بقى يعني هو في نصايح للشباب وفي نصايح لكبار السن. نصايح للشباب طبعا اللي هو الانسان اللي بيتعرض لاصابات جنسيه كتير، ممارسه العاده السريه، الناس اللي بتتعرض للبرد فترات طويله، بعض الناس بقى لشرب المياه الغازيه، الامساك المزمن طبعا، الابتعاد عن كل الاشياء طبعا، نبعد عن الحاجات دي خالص. الناس اللي هو بيتعرض لاحتقانات شديده، الناس اللي بتحاول ساعه ممارسه الجماع او حاجه، فبيأجل موضوع القصف، قد يصاب طبعا باحتقان البروستاتا او التهاب البروستاتا. الناس الكبار السن احنا بننصح طبعا بان احنا نعمل كشف دوري على البروستاتا، او كشف يعني في الغالب فوق ال 45 سنه، الناس اللي عندهم تاريخ مرضي، الناس اللي عندهم فوق ال 50 سنه برضو بنحاول ان احنا نعمل تحليل البي اس اي، تحليل دلالات اورام البروستاتا، ده حاجه معينه بتكشف او لما بتزيد بنشك ان يكون في مشاكل في البروستاتا. الاشعه الموجات الصوتيه طبعا دي بيدينا دلاله جدا على كميه البول بعد التبول، حجم البروستاتا، الكلى، هل في مشاكل او في مضاعفات ولا ما فيش. طبعا برضو بنحاول ان احنا ما نخلطش بعض الامراض وبعضها، لان الناس كتير بتعتقد زي ما حضرتك قلت في الاول كده، هو بيدخل حمام بيفكر ان هو عنده سكر، بعض الناس تقول لك ده املاح، فطبعا خلط بين الامراض وبعضها او الاعراض وبعضها ده بيبقى مشكله كبيره جدا. كمان ناس مهم قوي انها تعمل اسسمنت، لو خصوصا لو في تاريخ مرض بسرطان البروستاتا طبعا مهم جدا، ده مهم حقيقة. جدا جدا، وله قصه ثانيه هنتكلم عليه، لكن البروستاتا تبقى من المواضيع الخطيره جدا جدا، ومفيش خلط ارجوكم ما تخرجوش بين تضخم البروستاتا الحميد وبين سرطان البروستاتا، لان دي قصه ثانيه خالص. ضيفي العزيز الاسم المتميز وصاحب المقدره العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور صلاح زيدان، استاذ جراحات الكلى والمسالك البوليه والتناسليه، استشاري امراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب جامعة الأزهر، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والدولية والمصرية لجراحين المسالك البولية وأمراض الذكورة، نورتني وشرفتني دكتور صلاح، خليكم دايما معنا سهل.